لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من المسائل المعاصرة التي استجدت على كثير من الحجاج سؤالهم اليوم عن لباس ما يسمى بإحرام التنورة، أو ما له سير مطاط، أو ما له تكة، أو ما له حزام مصنوع مخيط فيه، هل يجوز للحاج أن يلبسه؟ نقول اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين، منهم من يبيحه ومنهم من يحظره ويحرمه، والأورع والأحوط أن نجتنب هذا الخلاف وأن يلبس الإنسان الإحرام العادي ويضع ما يثبته على وسطه ويبتعد عن هذا الإحرام حتى لا يكون واقعا في الشبهة، لأن بعض أهل العلم قالوا بأنه مخيط، ومن المعلوم أن المخيط محرم على الحاج، فعليه أن يتورع وأن يحتاط بأن يبتعد عن لبس مثل هذه الألبسة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.